مرحبا بكم في دورة البرية. لدي بعض الأصدقاء يجلسون حولي اليوم، وسنناقش موضوعا مهما للغاية في مسيرتنا المسيحية. أولا دعوني أعرفكم بضيوفنا. لدينا تشويس على يساري، يسرني وجودك يا تشويس. شكرا جزيلا على الدعوة. إحدى المتدربات في ماسنجر انترناشنال. ثم لدينا صديق العمر مدير مخازننا. بعضكم تصلكم مواردنا التي ترسل إليكم عبر البحار، هذا كله بفضل داريل، إنه مدير مخازننا وهو صديق مقرب لي، يسرني وجودك. شكرا جزيلا يا جون. من الرائع أن يكون هناك شخص قريب من عمري، بالتأكيد أنت أصغر مني على أي حال. ثم لدينا جيسيكا وهي متدربة مقيمة أيضا، من الرائع أن تكوني معنا. متحمسة جدا. من بنسلفانيا، صحيح؟ نعم. ثم لدينا ابني أردن كروستوفر، طفل العائلة الأطول مني، لكن على أي حال هذه رسالة حياة في نظري. أولاً لا يمكنني أن أخبركم كم أنا سعيد لأنكم قررتم تشغيل دورة البرية، لأنني قضيت سنين عديدة في حالة إحباط شديدة لأنني لم أكن مدركاً لما أمر به. ستساعدكم هذه الدورة كثيراً، لذلك نحن جميعاً متحمسون جداً. أريد أن أقول هذا، قدمت أنا وليزا نشرة من نشرات حوارات في العام الماضي، ولم يسبق لنا في تاريخ نشراتنا أن حصلنا على هذا الكم من التعليقات عندما قدمنا رسالتين مبدئيتين ومختصرتين للغاية عن أمر البرية. وعندها بدأنا نصلي وقرر الفريق أن نقدم دورة عن البرية. أريد أن أقول، إن كنت تريد أن تقترب إلى الله وإن كنت تريد أن تتمم دعوته لك، إذن فأنت تستمع إلى الدورة المناسبة الآن. إن كنت لا تريد أن تقترب إلى الله ولا تريد أن تتمم دعوته، توقف الآن، لأنك لست محتاجاً لسماع أي من هذا. أنا سعيد بأننا قررنا هذا، ولأبدأ أريد أن أقرأ من سفر الجامعة. في جامعة 3:1 لدينا الآية الشهيرة التي تقول: لكل شيء زمان ولكل أمر تحت السماوات وقت. إذن يخبرنا هذا بأن هناك مواسم في حياتنا، وإليكم الأمر المهم، أريدكم أن تكتبوا هذا: كل موسم له هدف ما. لذا أمر مهم جدا جدا أن نعرف الهدف من الموسم الذي نمر فيه، أو أن نميز الموسم. أريدكم أن تتخيلوا شيئا، نعيش في كولورادو، الجميع يحبون التزحلق على الجليد. لذا أريدكم أن تتخيلوا شخصا عند منحدر بريكنريدج وهو يصعد في المصعد، تفهمون؟ ترونه؟ يرتدي سترته الفرائية وقفازه ونظارته الواقية ويمسك زلاجته، ثم يصل المصعد إلى فوق ويقفز الشخص فيقع على وجهه لأنه لا يوجد أي جليد على الأرض. ثم يأتي الشخص الذي يليه في الصف ومعه دراجة رحلات ويقفز ويقودها إلى أسفل الجبل، بينما يتدحرج الآخر إذ لا يمكنه استخدام زلاجته. ماذا حدث هنا؟ شخص لم يميز الموسم تمييزا صحيحا، والآخر ميز الموسم تمييزا صحيحا. في لوقا الأصحاح 12 نظر إلى الناس وقال: عندما ترون سحابة ترتفع في الغرب تقولون عاصفة، وقال: إن هبت ريح من الجنوب تعرفون أن الجو سيكون حارا. ثم يقول تلك الكلمات الرائعة: يا مراؤون، يتحدث إلى الجموع وليس الفريسيين، تعرفون أن تميزوا وجه الأرض والسماء، وأما هذا الزمان فكيف لا تميزونه؟ إذن التصرف الذي ربما يكون صحيحاً في موسم ما ربما يكون خاطئاً تماماً في موسم آخر. أنتم معي؟ لنرى أخبار الأيام الأول. أحب هذا الجزء الكتابي، لا أسمع الناس يتحدثون عنه، ربما لأنه يتحدث عن سلاسل نسب وشعوب وقبائل وكل هذا، لكنني أحبه. ومن بني الساكر الخبيرين بالأوقات لمعرفة ما يعمل إسرائيل، كان هؤلاء الناس يعرفون ما هو السلوك المناسب في الوقت المناسب. إذن يجب علينا أن نفهم أوقاتنا لنعرف السلوك المناسب. إذن هناك أمران مهمان: واحد، أن نميز الموسم الذي نحن فيه. اثنان، أن نتعلم، ولهذا ندرس هذه الدورة لنتعلم السلوك المناسب. إذن الهدف المحدد من هذه الدورة هو ما يلي: واحد، ستعلمنا هذه الدورة كيف نميز موسم البرية، مهم جدا. اثنان، سترينا من الكتاب السلوك المناسب في البرية. ورقم ثلاثة، ستكتشفون منافع البرية. ستقولون: منافع ماذا؟ نعم، هناك منافع للبرية وستعرفونها خلال رحلتنا.
دعونا نبدأ بتعريف البرية. هناك ثلاثة أمور نشير إليها لتعريف البرية. أولاً، دعوني أقدم لكم التعريف الأساسي للبرية. واحد، فقدان حضور الله المحسوس. يتحدث الكتاب عن نوعين من حضور الله، سأوضح هذا. الحضور الذي يعني وجوده في كل مكان، هذا ما قال عنه داود: أين أذهب من روحك؟ إن صعدت إلى السماوات فأنت هناك، وإن فرشت في الهاوية فها أنت. إنه حضور الرب الذي قال: لا أهملك ولا أتركك. الحضور الآخر الذي تحدث عنه الكتاب في يوحنا 14، حيث يتحدث يسوع عن الحضور المعلن. معلن تعني إحضار غير المرئي إلى حيث يرى، تعريف غير المعروف، عندما يكشف الله نفسه لحواسنا. وقت البرية هو فقدان ذلك الحضور المحسوس لله. نحن الآن في التعريف الأساسي. ثانياً، البرية هي موسم، اسمعوا جيداً، تبدو فيه وعوده الشخصية لنا وكأنها بعيدة المنال جداً، وتبدو أنت كأنك تبتعد بعيداً عن الوعود بدلاً من أن تقترب منها. من المهم جداً أن تفهموا هذا. حسناً، هل سبق لك أن قلت لنفسك: أريد أن أعرف فقط إن كنت الوحيد الذي فكر في هذا؟ هل سبق لك أن فكرت أو صرخت في صلاتك: يا الله أين أنت؟ حسناً، نحن على نفس الخط إذن. لدي فيديو يوضح هذا، أريد أن تشاهدوه. كل شخص لديه بطل. بطلي هو أبي. منذ أن ماتت أمي أصبحنا وحدنا. لديه طريقة ليبهجني. أبي، أيهما؟ هذا هو. أحياناً لا أفهم نصائحه، لكنني أثق به. وما كان دائماً يجمعنا هو حبنا للرب. وذات يوم سأصبح أسرع منه، وحينها سأفوز في كل ماراثونات العالم. أبي، ماذا جرى؟ أو هذا ما كنت أخطط له. أنا أفقد بصري. اقرأي لي أول سطر يمكنك رؤيته من الأسفل. هذا يدعى ميلانوما بين العينين، سرطان في العين. للأسف ستفقدين بصرك. كان هذا هو اليوم الذي اختفى فيه أبي. أبي، صباح الخير. سنجري اليوم، هيا بنا. كنت أعتقد أنه سيقف بجانبي. كنت مخطئة. أبي، أين أنت؟ يا أبي. لقد تخليت عني. أين أنت يا أبي؟ أين ذهبت؟ ألم تعد تحبني؟ هل ما زلت جميلة؟ لم تعد فخورا بي؟ كيف تتركني في أكثر وقت أحتاجك فيه؟ أبي، 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 لماذا تركتني؟ تظن أبي أنني تركتها، وبقدر ما يؤلمني سماع هذا، لكنها على حق. لقد تركتها. أفضل ما يمكننا عمله هو أن ننقذ العين الحقيقية لكيما من الناحية الجمالية. إنها ابنتي. أفهم هذا. إنها ابنتي، ابنتي الصغيرة. هناك مجموعات دعم، أعرف صعوبة هذا الوقت. لا، تركتها لتدرك أنها أشجع بكثير مما يمكن أن تتخيل. تركتها لتكتشف كم هي جميلة من الداخل قبل الخارج. تركتها لتتحدى نفسها بطرق لم تفكر فيها من قبل. تركتها لتكتشف كم هي قوية.
أبي، إنه أنا. أبي؟ نعم حبيبتي. لماذا تركتني؟ كنت بقربك طوال الوقت. إلى أين ذهبت؟ كنت دائما بقربك حبيبتي، لا أحد يثق بك أكثر مني. أنت بخير؟ فكري إلى أين وصلتِ، أليس كذلك؟ تعالي، أحبكِ. يقول أبي إنه أعطاني ما كنت أحتاجه وليس ما كنت أريده. مستعدة؟ نعم. مستمعينا، ما نراه هنا أمر مذهل، إنه شهادة على المحبة. المحبة هي السماح لشخص أن يرى قيمته وجماله الحقيقيان. كنت أعتقد أن أحلامي قد ماتت وأنني لن أركض مجدداً، وبالرغم من أنني لا أستطيع أن أرى أبي، أعرف أنه يقودني طول الطريق. فيديو قصير ولكنه مؤثر، صحيح؟ لكن تعرفون؟ إنه يشرح بالضبط سبب موسم البرية إن قرأتم ما قاله أيوب حين كان في عز موسم البرية. قال: ها أنا ذا أذهب شرقاً فليس هو أي الله هناك، وغرباً فلا أشعر به أي بالله، شمالاً، لاحظوا أنني كتبت هذا بالأزرق، فالله يعمل بالضبط مثلما كان ذلك الأب يساعد ابنته، حيث عمله فلا أنظره. بدا وكأنه كلما بحث عن الله تهرب الله منه أكثر، يتعطف الجنوب فلا أراه لأنه يعرف طريقي. كان ذلك الأب يعرف كل ما تفعله ابنته، لكنه كان يحاول أن يمكنها من التعامل مع الموقف. ألا يصف هذا الكلام حياتنا؟ بشكل كبير، لأن الأمور في العالم الروحي لا نراها بعيوننا، فنكون في الحقيقة عميانا عن رؤية ما يحدث في العالم الروحي. وها هو أبونا يحاول أن يوصلنا لمرحلة النضج لنتعامل مع قوات الظلمة التي تحاول أن تعيقنا. لذلك أعتقد أن هذا توضيحاً جميلاً جداً لما يفعله الله في البرية. هل أنت أو شخص آخر تتحدثون غير الإنجليزية؟ هل تريد المزيد من تعليم جون وليزا بيفير؟ ادخل على cloudlibrary.org، موقع لتنزيل الفيديوهات وغيرها مجاناً. اختر لغتك، اختر ما تريده من المكتبة الشاملة، كتب إلكترونية، رسائل فيديو، كتب وتعاليم مسموعة، برامج تلفزيونية وكتب مقدسة. لتعرف أكثر زر cloudlibrary.org. والآن ثانياً، إذن أولاً أين أنت يا رب؟ ثانياً البرية ربما تكون، وهذا في معظم الأحيان لكن ليس بالضرورة صحيح، وقت تجربة، وقت امتحان لك. ما أكبر التجربتين في البرية يحاول العدو أن يوصلنا إليهما؟ واحد، ترك الله، نتخلى عن إيماننا. اثنان، أن نخطئ بكامل إرادتنا. من المهم جدا أن نفهم هذا. ورقم ثلاثة، البرية هي عندما يعطيك الله ما تحتاج إليه وليس ما تريده. دعوني أؤكد على هذا الأمر. حسنا، هناك فرق بين ما نحتاجه وما نريده. في أمريكا، لأننا نعيش في مجتمع غني جداً هنا، كثيراً ما نظن أن الكثير مما نريده احتياج، لكنه ليس احتياجاً، إنه أمر نريده. حسناً، وهكذا، فالله في وقت البرية سوف يعطيك ما تحتاجه فقط. لنقرأ تثنية ثمانية، هناك مثال جميل على هذا، وتتذكر كل الطريق التي فيها سار بك هذه الأربعين سنة في القفر لكي يذلك ويجربك ليعرف ما في قلبك، أتحفظ وصاياه أم لا؟ فأذلك وأيضاً أجاعك وأطعمك المن. ما هذا؟ انتظر لحظة، لحظة، توقف هنا، هذا يبدو تناقضاً. أجاعك لكن بعد ذلك أطعمك؟ ألم يكن يطعمهم كل يوم؟
ألم يكن المن ينزل في كل صباح؟ وأيضاً قبل السبت كان يعطيهم محصولاً وفيراً ليكفي اليوم التالي؟ لم يناموا أبداً بمعدة فارغة، صحيح؟ إذن ماذا يعني؟ بأنه أجاعهم. حسناً، سأقول مثالاً. عندما كنت قصاً شاباً في الثمانينات، أخذت 56 طفلاً إلى ترينيداد. كنا نذهب من بيت إلى بيت. كان أسبوعاً رائعاً، وكانت هناك ثمار كثيرة، لكن الكنيسة التي كنا نعمل معها في ترينيداد كانوا يطعموننا وجبتي الغداء والعشاء، ولم آكل في حياتي هذا الكم من الدجاج. كل وجبات الغداء وكل وجبات العشاء كانت دجاجاً 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 دجاجاً، 10 أيام دجاج. حسناً، ثم عدنا بالطائرة، وجاءت والدة فتى في 14 لتستقبل ابنها. فقال أمي: ماذا لدينا على العشاء؟ فقالت: دجاج. فصرخ، قال: أرجوك خذيني إلى ماكدونالدز. حتى لو كان ذلك الخبز رائعاً، لقد أخذ منه إلي كعكتين وصار بقوتهما 40 نهاراً و40 ليلة. أتمنى أن أكل ألواح بروتين كهذه. كان هذا أفضل طعام أكله إنسان على الإطلاق. لكن تخيل، ماذا على الغداء؟ خبز. حسناً، رائعاً. وبعد 10 أيام ما الغداء؟ خبز، كما حدث مع الفتى ذا 14 عاماً. فكروا في الأمر هكذا. بعد 3 سنوات، ماذا لدينا على الغداء؟ خبز. تفهمون؟ نحن نتباهى كثيراً بأنه في البرية ملابسهم وأحذيتهم لم تبلى. تخيل نفس الملابس 40 عاماً. لا توجد مولات تجارية، صحيح؟ لا توجد محلات، لا توجد H&M، لا توجد زارا، لا توجد لولومون ولا أثليتا مثلاً. كانوا يرتدون نفس الملابس، نفس الملابس 40 عاماً متواصلة. يا للهول، كم هذا سخيف، أليس كذلك؟ إذن فهو أجعهم بهذه الطريقة بإعطاء ما يحتاجونه وليس ما يريدونه. حسناً، الذي لم تكن تعرفه ولا عرفه آباؤك لكي يعلمك أنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل. هذا هو ما يخلق الرب فينا جوعاً له. لقد أعطانا ما نحتاجه فقط لكي ما يخلق فينا جوعاً لما نحتاجه، كلمة الله، صحيح؟ بل بكل ما يخرج من فم الرب يحيى الإنسان. وانظروا أيضاً إلى المنظر الذي كان حولهم، نفس الشيء. نسيت أن أقول هذا، هل تتخيل أن كل ما تراه كل يوم من حولك أعشاب وأرض جافة وصبار؟ يا للهول، لا يوجد أنهار. لهذا ظل يقول لهم: سأصعدكم إلى مكان به سهول غنية وحقول مثمرة. كان ريقهم يسيل لأنهم كانوا في تلك الصحراء. بعض منكم ربما يقول لنفسه الآن: لكن يا رجل، إنهم في تلك البرية بسبب عصيانهم. ها، لا 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 لا، إن قرأت كتابك جيدا ستعرف أنه كان قصد الله أن يحضرهم إلى البرية لمدة عام، وعندما تصرفوا تصرفات غير لائقة في نهاية تلك السنة أطال ذلك المدة إلى عمر كامل. اسمحوا لي، هذه حقيقة يجب أن تكتبوها. لا يمكنك أن تقصر مدة البرية التي خططها الله لك، لكن يمكنك أن تطيلها. حسناً، إليكم إحدى المنافع. دعوني أقول هذا قبل أن أقول المنافع. قابلت أناساً ظلوا في البرية لسنوات، سنوات بالفعل، بسبب سلوك غير لائق في البرية. لن أقول غير لائق، سأقول غير صحيح، هذه طريقة أفضل. فظلوا يدورون حول الجبل في الصحراء 30 عاماً. أحياناً يكسر هذا قلبي، يكسر قلبي، لأني أعرف أن الله لديه الكثير لهم، لكنهم عالقوا بسبب عدم فهمهم للهدف من البرية. لهذا أنا سعيد لأنكم تدرسونه. إذن المنافع التي ستعرفونها في هذه الدورة، ستعرفون السلوك المناسب في البرية حتى لا تطيلوا مدة بقائكم. لديكم رفقاء جيدون فيها. يوسف حلم بأنه سيكون قائداً عظيماً. ماذا حدث بعدها؟ البئر والعبودية والسجن، وهذه الفترة تمثل كلية اللاهوت بالنسبة للخادم. موسى كان يعرف أن لديه دعوة من الله، وفي عمر 40 كان لديه السلطان والقوة والقدرة لتحرير شعبه، فبدأ يفعل ذلك وفشل، ثم قضى 40 سنة في الصحراء. انظروا إلى داود، داود الذي مسحه أعظم نبي في الأمة، سيصبح ملكاً، لكنه قضى 14 سنة التالية في الكهوف والبراري. يا رفاق، وقت البرية وقت ضروري جداً لكل ابن من أبناء الله، وسوف تكتشفون في النهاية في هذه الدورة إنها حماية من الله لك. لذا أريدكم أن تتذكروا هذا، البرية
في الأساس حماية من الله لحياتك. وبالنسبة للأشخاص الذين ذكرتهم كانت البرية مكاناً، أما بالنسبة لنا فهي حين يبدو الله بعيداً عنا ووعوده بعيدة أكثر. حسناً، مفاهيم خاطئة عن البرية. سأختم هذه المحاضرة بهذا لأنه أمر مهم للغاية. أولاً، فترة البرية ليست عقاباً أو إدانة من الله لك، أرجوك تذكر هذا. كان هذا أول ما دار في ذهني عندما دخلت في أول اختبار برية. يا رب، ماذا فعلت؟ ما الخطأ الذي ارتكبته؟ هذا أول ما يدور في ذهن الجميع، إنها ليست عقاباً أو إدانة. ثانياً، لم يتخلى عنك. حسناً، لقد وعدك لا أهملك ولا أتركك. ثالثاً، لم يضعك الله على الرف حتى يكون مستعداً لاستخدامك. هذا سخيف جداً. لا يضيع الله وقتك. إن قال لنا في أفسس مفتدين الوقت، فلن يضيعه لحظة من حياتنا. اكتبوا هذا، لا يضيع الله لحظة من حياتك. حسناً، ثم الأمر الرابع، البرية ليست انهزاماً، يريدنا أن ننتصر في البرية. سمعتم البعض يقولون حسناً، يحاول الله أن يعلمني شيئاً، فقد أرسل هذا المرض أو هذا الفقر، لا يمكنني دفع فواتيري. اسمعوا، لن يحملك الله أبداً شيئاً حمله يسوع ليحررنا. حسناً، لكن كنت أعتقد أننا يجب أن نشكر على كل شيء. سمعت خادماً يقول إنه شكر على إصابة زوجته بالسرطان. أردت أن أصرخ حين سمعت هذا الكلام. لا يقول الكتاب أن نفعل هذا. حين قال شاكرين على كل شيء، كان يعني أنك حين تكون في الصحراء في تجربة مثلاً، أشكر الله لأنه إلهنا وسندنا وشافينا ومحررنا. وبعد أن عرفنا المعنى الصحيح والخاطئ عن وقت البرية، وصلنا الآن إلى نقطة معرفة الهدف من البرية. حسناً، أليس من المفيد أن تفهم الهدف؟ سنفهم ذلك في المحاضرة القادمة. أراكم لاحقاً.